السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. ومع أول حلقة من سلسلة معجزات القرآن، برنامج معجزات القرآن سنقدمه يوميا طيلة شهر رمضان إن شاء الله، وسيكون ساعة بعد آذان المغرب. ولماذا ساعة بعد آذان المغرب؟ فلأننا نصحنا الناس أن يفطروا على مرحلتين، وأن ينتظروا على الأقل 30 دقيقة بين المرحلتين، ونصحنا الناس كذلك بأن لا يشاهدوا التلفزيون ولا أي شاشة، يعني لا يشاهدوا التلفزيون ولا الحاسوب ولا الجوال ولا أي شاشة، وأن لا يتفرجوا في أي شيء أثناء تناول وجبة الفطور. لما تشاهدون التلفزيون تكونوا منشغلين ولا تعلمون ماذا أكلتم ولا كم أكلتم، وربما تسرع في الأكل، وربما لا تمضغ جيد، وربما تبلع بسرعة ثم تملأ المعدة وأنتم لا تشعرون لأنكم منشغلين مع التلفزيون. ثم يقع انتفاخ ومغص وألم وانتفاخ وعسر الهضم وسوء الهضم وانزعاج وقلق، ويبقى الجسم هكذا، يبقى يعني المعدة منتفخة ومتوقفة. أن تكونوا في راحة لما تتناولوا وجبة الفطور إذا أردتم أن تستفيدوا من الصيام ومن الأكل، من الصيام ومن الأكل الاثنين. ونحن لما نقدم نصيحة للناس فاعلموا جيدا أنها مدققة ومدروسة وموثقة، نحن لا نتكلم من أجل الكلام. وبسم الله على بركة الله نبدأ بأول حلقة، وأول حلقة ستكون مع بداية الأكل، بداية الأكل، ونبدأ مع سيدنا آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة. هذه هي البداية. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، الجنة، فكلا منها رغدا، رغدا بدون مشقة، بدون تعب، بدون أن يحرث ولا أن يحصد ولا أن يعمل أي شيء، رغدا حيث شئتما، الأشياء كلها يعني الله سبحانه وتعالى رخص له فيها، إلا شجرة واحدة، إلا شجرة واحدة. فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا، المنع من النهي، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يعني مسبقا طبعا إذا خالف القانون سيكون ظالم. فأول القراءة الأولى أن لما درسنا القانون، يعني أنا يعني أعدت يعني اجتياز الثانوية العامة في المغرب، لأننا أنا في المغرب حتى الشواهد تتقادم، في المغرب الشواهد تتقادم، الثانوية العامة تتقادم، فأعدت اجتيازها، ويعني وتسجلت في كلية الحقوق، ويعني كل تقريبا كليات الحقوق الناس الذين يدرسون القانون يبدأون دائما بأن الإنسان كان بدائي وكان همجي وكان 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 صياد، ثم أصبح مزارع، ثم بدأ يألف بعضه، ثم بدأ يتجمع، ثم كون القبيلة وكون هذه الأشياء، ثم بدأ يعني يضع قوانين، يعني ينظم حياته إلى آخره. هذه أساتذة القانون درسونا هذه الأشياء. الإنسان لم يكن همجي ولم يكن صياد ثم أصبح مزارع، وأن القانون لم يبدأ مع قانون حمورابي، أول قانون بدأ مع سيدنا آدم. هذه القراءة القانونية. أول قانون شرعه الله، أول شرع، أول عبادة، أول حكم تكليفي، لا هو صلاة ولا صيام ولا منع من الزنا ولا من الربا ولا أي شيء، فقط ألا يأكل من الشجرة، قانون واحد، و يعني لا يعذر أحد بجهله القانون هذا، لا يعذر أحد. الله سبحانه وتعالى بيّن له الشجرة بحكم أن الإشارة بهذه يشار بها إلى القريب الذي نراه، لا نقول هذه لشيء يوجد في مدينة أخرى، نقول هذه لما نضع الأصبع على الشيء، هذا وهذه. والإشارة بالبعيد طبعا ربما تكون عن الغائب، والإشارة بالبعيد قد تكون للتعظيم، ذلك الكتاب لا ريب، فهنا للتعظيم، يعني ذاك وذلك وأولئك، وهذه إشارة، لكن الإشارة بالقريب فهي يعني تعرف شيء، هذه الشجرة الله عرفه بالقانون، وإذا خالفه سيعاقبه. هكذا يجب أن تكون الأمور.
أما لا يعذر أحد بجهله القانون فقط لأن شخص قالها ثم اعتمدها العالم. فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، كان أول قانون لبني البشر، كان أول قانون لسيدنا آدم، وخالف القانون وعاقبه الله سبحانه وتعالى، حكم عليه حكمين بدت لهما سوآتهما وأخرجه من الجنة، حكمان. ثم أكل سيدنا آدم من الشجرة وبقيت هذه الغريزة في بني الإنسان إلى الآن، أننا ميالين للحرام، ميالين للممنوع، أننا ننقاد للممنوع. الآن أي كتاب يصدر ويمنع يقرأه الناس أكثر من لو تركوه بدون منع، دائما الممنوع مرغوب فيه دائما. وحتى الشهوات والغريزة، أن الإنسان ميال للغريزة وميال. سيدنا آدم أكل من الشجرة، فالرسالة الأولى التي يجب أن نفهم أن الأكل غريزة، أن الأكل غريزة، والغريزة صعبة جدا. ولذلك فرض الله سبحانه وتعالى شهر كامل فقط من أجل هذه الغريزة التي تقتل الإنسان. سيدنا آدم أكل من الشجرة، هذه قراءة الأولى، قراءة قانونية، أنه وضع له قانون وخالفه، وكان أول قانون وضع للبشر هو منع سيدنا، هو يعني هذا يعني نهي سيدنا آدم عن الشجرة، عن الأكل من شجرة واحدة، وعرف له هذه الشجرة. هذا قراءة الأولى. قراءة الثانية، وهي يعني كذلك قراءة عجيبة، وهي علم الأغذية، في صميم علم الأغذية، أن طعام سيدنا آدم في الجنة كان نباتي، لأن الشجرة ترمز إلى الأكل النباتي، أكلا من الشجرة ولم يقل له لحم ولا حيوان ولا. نحن الآن نفضل اللحوم، الآن نحن اللحم هو أسمى غذاء، وإذا لم نأكل لحم فكأننا لم نأكل إلى آخره. وأن اللحم لو كان شيء لكان الله سبحانه وتعالى منع اللحم على سيدنا آدم، لكن كان من يعني المنع من جسم من الشيء هذا، يعني من طبيعة الشيء وجنس الشيء، جنس يعني تغذية الإنسان، هو نباتي، طبيعة نباتية. نفهم كذلك هذه السيميائية، هذه الرسالة وهذا المعنى، وهذه يعني الأكل، يعني يجب أن نستنبط المعنى من الآية. وهذا الحكم كان حكم لطعام آدم، كولا لأكل من حيث شئتما من الجنة ولا تقربا هذه الشجرة. فهنا الرمز، فأننا لعلم الأغذية، فالله سبحانه وتعالى يرمز لتغذية الإنسان أنها نباتية، رمز الشجرة فهو طبيعة تغذية الإنسان أنه نباتي. ويؤكد ذلك في نفس السورة، في سورة البقرة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. من كل الثمرات، يعني يعني الثمرات يعني نبات، طبيعة تغذية الإنسان نباتية بامتياز. اللحوم ممكن نستهلكها لكن ليست أصلية في التغذية، نعيش على النبات ونستهلك اللحم، مرة في الشهر، مرة في الأسبوع، مرة في السنة، المهم نستهلك اللحم، ليس حرام، لا نحرم اللحم ولا نحرم ما أحل الله، لكن طبيعة تغذية الإنسان هي نباتية. الشجرة رمز تغذية الإنسان، وكذلك تؤكد يعني بالثمرات، كل الآيات التي في القرآن فيها نبات وفيها جنات وفيها ثمرات دائما. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة، يعني طعام الجنة دائما، لما يعني نعود إلى الله ولما يدخل الناس للجنة سيأكلون الثمرات، سيكون أكلهم نبات، لأن طبيعة الأكل ما يكون نبات يكون طبع هادئ، يكون طبع هادئ ويكون مزاج هادئ، ويكون إنسان يعني يتحكم في نفسه وليس لديه ارتفاع الضغط ولا أمراض القلب والشرايين ولا انزعاج في الأمعاء ولا أي شيء.
لما يكون الأكل يغلب عليه اللحوم، لما يكون النظام الغذائي لاحم في ألبان بكثرة ولحوم يعني يوميا، واللحم يغلب على النبات، يكون طبع متوتر وقلق وعنيف. لماذا؟ لأن هي الهرمونات تفرز من الدهون، استقلاب الدهون في الكبد، وطبعا يعطي الهرمونات ويعطي الفيتامين دي ويعطي حمض الأوميغا 3 ويعطي هذه أشياء، يعني طبيعة دهنية. وهذه يعني هذا الاستنباط لهذا المعنى، يعني أن نؤكد أن نفهم أننا لما نغير نمط العيش، نغير أكلنا، نغير غذاءنا، طبعا فالجسم يتغير، الأعضاء كلها تتغير، لأن المركبات الكيماوية التي نستهلك فهي طبعا داخل الجسم، فتجعل هذا الجسم يعني يصاب بأشياء. إذا كانت تغذية الإنسان نباتية لا يمكن أن يصاب بهذه الأشياء بأعراض. إذا كانت تغذيته من المصدر الحيواني لحوم وأنبان ويعني وبيض وأشياء هذه، فتكون يعني الجسم يصاب بأعراض. وأظن بأن أخطر شيء هم أمراض القلب والشرايين، وأمراض القلب والشرايين طبعا فجميع البلدان هناك، يعني نحن لما درسنا علم التغذية ندرس المناطق، طبيعة الأكل وما هي الأمراض التي توجد فيها. المناطق التي تستهلك لحوم بكثرة هي الدول الغربية، فيها هذه المشاكل، مشاكل أمراض القلب والشرايين والسكري وارتفاع الضغط دائما. ثم بعدها يصبح القولون، التهاب القولون كذلك هو مشكل المعدة. ثم تتكون حصوات في المرارة وتتكون حصوات في الكلية، لأن حصوات المرارة هي استقلاب دهون، كوليسترول هو الذي يتحول إلى هذه الأشياء. المناطق التي يعني تتغذى على النبات يعني طبيعتها نباتية، الدول الآسيوية مثلا فليس فيها هذه الأعراض، ليس فيها هذه الأعراض. ومن هنا يعني يجب أن نفهم أكثر، يعني فالشجرة هي رمز فقط، وأن نستنبط المعنى ثم أن نقيس عليه هذه الأشياء. لما يعني أتينا من النبات، ليس الشجرة فقط، يؤكد الله سبحانه وتعالى كذلك بأن طبيعة تغذية الإنسان نباتية في صورة عبس. فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعام الإنسان فلينظر، الله يأمرنا بأن معنى فلينظر، ليس ننظر بأعيننا، نعم فلينظر الإنسان، يجب أن نتمعن وأن ندرس وأن نتعمق في الدراسة. فلينظر هنا تعني يجب أن ندرس وأن نتعمق، وأن على الأقل أن نلاحظ هذه الأشياء وأن نقوم باستنتاجات. فلينظر الإنسان هنا تعني دراسة الأشياء دراسة عميقة ودقيقة. فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعام الذي نأكل، ما هو هذا الطعام؟ ليس حيوان، مما تخرجه الأرض، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الأنعام كذلك يجب أن تأكل جيد، يعني تأكل مما يأكل الإنسان، نحن نأكل الحب والحيوانات تأكل التبن. فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعام الإنسان الحب، والحب يعني النشويات، قمح شعير ذرة كينوا رز أشياء، ويعني البقوليات، هذه حمص عدس فول يعني بازلاء، هذه جلبانة صويا حب كذلك. والحب يعني كذلك البذرات، يعني حبوب الكتان وحلبة وينسون والشمرة والسمسم وهذه أشياء، وحبة سوداء هذه كذلك من الحبوب. وربما الحب يعني كذلك بعض التوابل، التوابل كذلك هناك توابل حبوب إلى آخره. الحب، وهذا الحب هو الذي يعطي الأوراق، وهو الذي يعطي الفواكه، يعني هذه تمار مثل الخضر، خضر الخضر تمار، الخضر تعتبر تمار، فروت كذلك، وهذه تمار، فالطماطم يعني تمرة الطماطم وليست. فهذه الأشياء التي نتكلم عنها، ودائما نجد هذه الأشياء، وفي سورة النحل كذلك، وفي سورة النحل كذلك، ينبت لكم به الزرع أو الزيتون والنخيل، الزرع هو طعام الإنسان، ينبت لكم به الزرع أو الزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، ومن كل الثمرات.
ثم يقول وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. ذرأ، أشياء كلها التي تخرج من الأرض تصلح للإنسان، كل الأشياء التي تخرج من الأرض، ليس فقط قمح وشعير وموز وزيتون، حتى الحشائش البرية تصلح للإنسان. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهذه الأشياء، يعني هذه معجزات القرآن، مع الأسف الشديد لو كنا نستعمل هذه المعلومات في المختبرات ومراكز البحث العلمي لكانت هذه الأبحاث العلمية تؤتي أكلها أحسن مما هي عليه، عشوائية عشوائية. لو انطلقنا من هذا المنطلق ودرسنا الأشياء كما ينبغي لكنا استأصلنا جميع الأمراض. لماذا؟ لأننا سنعيد الإنسان إلى أصله، سنعيد الإنسان إلى أصله من حيث التغذية، ولا نتركه يطغى، لأن الإنسان الآن طغى. المواد المصبرة، المواد الصناعية، التغذية، الولات، المبيدات، هذه الأشياء التي حتى أواني الطبخ الآن، طرق الطبخ إلى آخره، إنسان طغى. وهذه كذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لسيدنا آدم وزوجه؟ فتكونا من الظالمين، فتكونا من الظالمين، لأن ما تخالف القانون فأنت تكون ظالم.